هلموا بنا ننطلق الى الكره واتحاد الكره. واتحاد الكره زي ما حضراتكم عارفين يمكن تكونوا تابعته، هو طلع بيان لذيذ، ده كل اللي اقدر اقوله يعني، بيان لذيذ، بيان بالنسبه لي لا يعدو كونه لذيذا. يعني مساله انه احنا يعني بنعتذر للجماهير، وان احنا كان لازم الفرقه بتاعتنا تلعب احسن من كده، واحنا عارفين ان انتوا زعلانين بس ما تزعلوش مننا، دي حاجه الحقيقه غريبه جدا. انا عايز اقرا لكم البيان بالمناسبه قبل ما اخد صديقي العزيز درويش على التليفون. يعني تعالى كده، فين البيان يا يوسف؟ ادي البيان، تعالى نلبس النضاره يا عم يوسف، معلش يا دوشه هجيلك. بصوا بقى، يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار، وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة. الاتحاد شايف كده ماشي. كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي. وإذ يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الحد إن شاء الله 4 فبراير لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة، ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسبة ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة. هذا بيان لا يعجبني على الإطلاق. تلقى مواطن لا يشفي، لا يغني، لا يسمن، لا يروي عطشا على الإطلاق. على الإطلاق في بيانات تبقى فاترة، عارف يقول لك إيه؟ المية لا لون لا طعم لا رائحة. لا، أنا عايز بيان ليه لون وليه طعم، عايز بيان واضح. المصريين، وانا بكل الحب يعني والتقدير للاتحاد، لا المصريين مش مستنين البيان ده خالص. المصريين مش هيبقوا يعني سعداء او حتى هادين بانه احنا نقدم لكم الاعتذار. طبعا الاتحاد ومجلس ادارته هيبقى متضايق جدا، وازاي وعايز ايه يا عم يوسف ونعمل ايه يعني؟ انتوا ادرى، ولما احنا قادرة سيبنا بقى نشوف شغلنا. لا انتوا قادرة يعني عارفين انا هقول لك عايز ايه، يعني مش هقولها دلوقتي. اللي مش قد الحاجة يا جماعة ما يعملهاش، اللي مش قدها ما يعملهاش. هو احنا مسؤولين يعني عن اداء المنتخب؟ اه، امال انا اللي مسؤول؟ اه طبعا. ومش انتوا اللي بتجيبوا المدير الفني؟ هو انتوا مش بتتناقشوا في التشكيلات وفي اللعيبة وفي الاداء؟ بصوا يا جماعة، من الاخر كده، طول ما انا عندي معسكرات اللعيبة بيعرفوا يزوغوا منها، يبقى انتوا عندكم مشكلة كاتحاد. اللعيب اللي عارف انه يقدر يزوغ يقدر، يبقى انتوا عندكم مشكلة. يوم ما اللعيب يبقى عنده يقين انه استحالة يزوغ، مش لانه ما يقدرش يزوغ، يقدرش ينط من فوق السور يخرج من البوابة، لا، لو زوغ هيتعلق من ودانه. اللعيب لو ما عرفش انه لو ما شالش المسؤوليه صح من وهو في التمرين وهو في معسكرات الاعداد وصولا ليوم الماتش، هيفضل ده الاداء. مسؤوليه مين؟ حضراتكم. تيجي تقول لي ازاي؟ اقول لك عامل كده بالظبط زي الحكومه ومسؤوليتها السياسيه. الاتحاد كمان عنده مسؤوليه. طب بصوا بقى، احنا هنشوف ممكن نغير المدير. طب ما احنا غيرنا ثلاثه، هو احنا لسه بنعيد ونزيد ونحكي في قصة ان المشكلة عندي في المدير الفني؟ طب نسأل ناقدنا الرياضي صديقي وزميلي العزيز احمد درويش. ازيك يا ابو حميد؟ استاذ يوسف مساء الخير عليك. عامل ايه؟
الحمد لله، طمنا عليك. الحمد لله. كيف قرأت البيان بتاع الاتحاد النهارده؟ قرأت البيان، هو محاولة تنصف من مسؤولية. يعني أنا لما أرمي كل حاجة على المدير الفني وأقول إن أنا وفرت وعملت وإن إحنا عندنا خطة نهوض، ده بيان يضحك. يعني ده بيان يضحك بصراحة من أشخاص لا يقدروا المسؤولية ولا يستشعرون الحرج أصلا من الأساس. أنهي خطة نهوض يا أستاذ يوسف اللي بيتكلموا عليها؟ يعني أنت لو جيت شوف المحصلة، خطة النهوض بتاعت يلا بينا نقوم نقف. طيب فنهضة. إحنا معانا وقت نقول حاجة بسيطة قوي. لما يكون اتحاد الكرة المصري لكرة القدم مسؤول عن منتخبات ناشئين وشباب ومنتخبات وشاطئية ونسائية، والمحصلة 1/10 اللي هو ايه؟ منتخب مصر الأولمبي صعد أولمبياد، وده حصل في الاتحاد اللي فات، ولعبنا الأولمبياد اللي فاتت مع كابتن شاور غريب، فأصبح مش إنجاز، احنا كنا لسه موجودين من 3 سنين في الأولمبياد اللي فاتت. وبالتالي لما يتكلم عن خطة نهوض ويقول لك الإصلاح والشأن، ده ناس بتحاول ترمي المسؤولية على أي حد، على المدير الفني، على أي حد، وإحنا عندنا خطة. خطة إيه؟ الناس دلوقتي بقت مدركة وبتفكر وعارفة وبتقدر ببساطة تطلع كشف حسابك في ثانية. أنت مش قادر تدير وما عندكش خطة للنهوض، سيب مصر فيها 110 مليون بني آدم فيهم كوادر يقدروا يعملوا مشروعات نظيفة. يا راجل ده انت التيشيرت بتاع منتخب مصر كان بيلعب بيه كان الأسوأ بجدارة في البطولة. لو انتوا مش عارفين قيمة البلد دي والشعار اللي على قميص منتخب مصر، امشوا امشوا عشان نلحق نصلح، عشان ما نفضلش في نفس الدوامة. يا استاذ يوسف، ايه انجازاتك في الكرة المصرية؟ حضرتك لا صعدت كاس عالم ولا كسبت كاس افريقيا اللي فاتت ولا كسبت كاس افريقيا السنة دي، بالعكس انت ادائك كان بفضيحة. انت صعدت، انا اسف الالفاظ المستخدمة، بس هو ده الواقع. شوف بقى الناحية التانية يا احمد، الاتحاد بتاع كرة اليد، وشوف طبعاً الولاد في كرة اليد، وشوف انا كنت مستضيفهم امبارح، انا قاعد قلبي بيزقطط فرحة بالانجاز، باللطافة، بالالتزام، بالجدية، واخدين الموضوع جد. الاتحاد واخد الموضوع جد، الفرقة واخد الموضوع جد، المدير الفني الاسباني واخد الموضوع جد، مدير المنتخب نور واخد الموضوع جد، اللعيبة واخدين الموضوع جد. ايه الحلاوة دي؟ عشان ايه يا استاذ يوسف؟ عشان دول ناس عندهم خطة من سنة 93، من ساعة مصر ما اتحطت على خريطة كرة اليد، ودول علوا سقف طموحنا بجد، فالرهان بيبقى عليهم كبير بجد، رغم ان هم مهمشين اعلاميا، مظلومين ماديا. لا مهمشين مين؟ ده ضيوفنا كانوا معايا يا راجل، ما تقولش كده. لا لا، بالنسبة لكرة القدم يا استاذ يوسف، لو قارناهم بكرة القدم يعني هيبقى في فرق شاسع. انا بشكرك كمواطن مصري ان انت اديت الناس دي جزء من حقها، ويا ريت الاعلام في مصر كله. وعلى رايك ده جزء بسيط. طبعا يتبنى ويكرم الناس المحترمه اللي دايما بيسعدونا الرهان عليهم كبير، عكس بتوع كره القدم. يعني عكس بتوع كره القدم يا استاذ يوسف، عايز تعرف المصيبه ايه؟ الناس اتحاد الكره استنى 72 ساعه عشان يطلع بيان في يوم غرق القيد اللي هو النهارده، عشان الناس مشغوله في الصفقات. مفيش واحد في اتحاد الكره فتح بقه خلال 72 ساعة وقال الحساب على مين؟ مين هيحاسب على المشاريب؟ ال 250 ألف دولار شهريا والمليون جنيه فوق الفندق اللي بيتدفق شهريا المدير الفني ومعاونه، مين هيدفعها؟ احنا شعب. طب ليه؟ انت دلوقتي اتحمل نتيجة أخطائك واختياراتك. حضرتك عملت شرط جزائي تعجيزي، المدير الفني النهارده بيكلموه من امبارح بيقنعوه يتفاوضوا معاه على الشرط الجزائي، خد شهر ويمشي. قال لهم انا سبت عروض في الخليج والسعوديه بالتحديد بعد ما مضيت عقدي معاكم، عايزين تمشوني 750 الف دولار كاش، مش هعمل زي ما عملته مع كيروش. الله 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 الله. طبعا ما هو الاتحاد ده عنده سابقه، لما ضحى بكيروش العبقري المدرب الكبير اللي صنع من التراب ذهب في وقت قصير، واخد بالك، واحنا ما عرفناش نستوعب قدرات هذا الرجل، ومن قبل كوبر اللي كسبنا
صعدنا كاس عالم بعد غياب 28 سنه صح، وخلال 3 سنين ونص وصلك امم افريقيه بعد غياب 3 بطولات، بل وصلك النهائي وكنا بنقول عليه عقيم دفاعيا، وكيروش عقيم دفاعيا. بالعكس طلع الناس اللي بتهاجمه هم مش فاهمين قدرات اللاعب المصري في هذه المرحله. رحت جبت مدرب قلت عليه هجومي ومشروع 4 سنين، هل في حد يعمل شرط جزائي بهذا الشكل؟ طب هل في عقد ما يبقاش مشروط يا استاذ يوسف؟ 4 سنين، 4 سنين يا راجل، هو احنا مش حاطين عنده شروط فوز ولا مباريات ولا بتاع؟ لا يا استاذ يوسف كده حضرتك عامل معاه شرط 3 شهور يفسخ منك او منه اللي عايز يفسخ. يعني ايه؟ يعني روي فيتوريا مثلا لو كان كسب الامم الافريقيه وجاله عرض كبير يديك ال3 شهور اتكل على الله، والعكس. حضرتك دلوقتي ال3 شهور بقى مبلغ مضلع، مبلغ كبير. انت دلوقتي بدل ما تتحمل المسؤوليه رايح تقول في بيان ساخر مضحك، بيان يعتبر بمثابه الجريمه، ان احنا عملنا خطه للنهوض. طب اديني نتائجها وثمارها ايه؟ خدت كام بطوله؟ شباب، ناشئين، سيدات، شاطئيه، منتخب اول. اديني بطوله واحده انت كسبتها. اديني بطوله يا راجل، انت ما انتش عارف تخلص كاس مصر، بيتجمعوا الاثنين على بعض كل سنه. يا راجل ده انت اخر دوله في العالم، اتحاد دولته موفره كل حاجه، ورئيس الجمهوريه بنفسه بيروح يدعم المنتخب في اخر تدريب، وفتح صرح عالمي في العاصمه الاداريه حصل، وبيدعم المنتخب اللحظات الاخيره. مش عارف ينظم بطوله دوري بتخلص شهر 9، في نص 9، في وقت المسابقات المحترمه في العالم بتبدا في نهايه 7 واول اغسطس. استاذ يوسف احنا بلد فيها كوادر، فيها كفاءات، فيها شباب يقدر. ابسط حاجه، كام ديزاينر في مصر يقدر يعمل لك تصميم محترم يليق بتيشيرت منتخب مصر؟ مئات. كام شاب محترم يقدر يعمل لك جدول مسابقات محترم؟ مئات. إنما الاف، عشرات الالاف. حضرتك مدرب الراس الاخضر بياخد 4000 يورو، مدرب الكونغو دي صبري كان موجود في مصر بياخد 18000 يورو، وحضرتك سبت كل الناس المتخصصه، رحت جبت مدرب بياخد 250000 بعد خصم الضرايب 22.5%، يعني 290000 يورو، وهو لم يسبق له تدريب المنتخبات. فلوس كتير بقى، اعمل ايه؟ الاتحاد مش عارف يعمل ايه بالفلوس بقى. فلوس كتير. ايه يا استاذ يوسف؟ استاذ يوسف حضرتك بتقول الرطوبه والجو، هل حضرتك اتفاجئت ان البطوله هتقام يوم 13 يناير في كوت ديفوار؟ ولا لو انت راجل بروفيشنال مذاكر محضر ادواتك بتبعت وتعمل معسكر، ومعسكر قريب، وتقدر تنفذ مشروع، تقدر اللعيبه تكون متاقلمه. يا درويش ده كان بيقعد تريزيجيه على الدكه، لعيبه اتصابت، لعيبه مقعد الراجل على الدكه اللي بينزل الماتش بينقذنا. استاذ يوسف مدرب ما حطش ترتيب وضربات الجزاء بعد الضربه 5، مدرب في لعيبه نزلت بديله في الشوط الثاني اتفاجئت انها نازله بديله، زي محمود حماده مثلا، مهند ياشين، لعيب انت منزله اخر 4 دقائق المفروض عشان يشوط ضربه جزاء، وانت ما انتش مذاكر ما تعرفش ان اللعيب ده ضيع امام السنغال في البطوله الاخيره في النهائي، ولسه ضيع مع فريقه بيراميدز في درويش بطولة السوبر. الحل ايه؟ نجيب بقى مدرب مصري بجد يقول لك كده على ابوه، ما انا كان عندي كابتن حسن شحاته، وكان عندي كابتن جوهري رحمه الله عليه وربنا يدي الصحه لكابتن حسن وطوله العمر يا رب، وجبنا بيهم بطولات و100 فل و14. اخش على المصري ولا هرجع اقول طيب تعال نجيب كوبر، تعال نجيب كيروش الى اخره؟ اقول لحضرتك الحل ايه؟ ايه؟ بص يا استاذ حسن، بص يا استاذ يوسف، انا اسف، بما انك ذكرت الكابتن حسن شحاته. ايوه. هل يعقل ان انت لحد دلوقتي في مصر ما انتش عارف تتخيل اسم حسن شحاته؟ هتقول لي ازاي؟ هقول لك كالاتي. كابتن حسن مش هيمرن. كابتن حسن خلاص مش هيمرن. هل ما ينفعش تعمل لجنه فنيه؟ انت عارف تونس يا استاذ يوسف عملوا ايه بعد ما إيه؟ ما طلعوا من كاس الامم الافريقيه؟ قول لي. عملوا لجنه من خيره نجوم الكره التونسيه، 5 اسماء بما فيهم طبعا خالد بدر واسماء كبيره طبعا، عشان يستقبلوا سي فيهات مدربين، ده بره الاتحاد، هناك بيسموها الجامعه التونسيه لكره القدم. عشان يستقبلوا سي فيهات ويرشحوا مين الاصلح. عارف ليه؟ لان هم مش بتوع كوره، فجابوا اهل الذكر او اهل العلم او اهل الناس اللي فاهمه
الناس اللي فاهمه. طب حضرتك ما تجيب اعمل لجنه فنيه برئاسه العظيم حسن شحاته، يا سلام، اثنين ثلاثه معاه، يا استقبل سيفيهات ورشح اسماء محترمه تجيب الكره المصريه. انا رايي الشخصي انا لازم اعمل كده، لو الاتحاد استمر يشيل ايده من ملف الكوره واختيار المدرب. انت كده كده في مجموعه سايه في كاس العالم، مجموعه لو جبت اضعف مدرب في الكوره المصريه هيصعدك. انت دلوقتي 10 بيصعدوا كاس عالم، الموضوع سهل وبسيط. اخلي اللجنه الفنيه تقعد وتفكر زي ما انت قلت، ونجيب كابتن حسن شحاته ونجيب غيرهم يقعدوا يشوفوا ويراجعوا يقولوا ارائهم، ونجيب فلان ونجيب علان، ده من مصر، لا ده مش عارف من فين، من فرنسا، ده من امريكا اللاتينيه، ده من الى اخره. يعني ما تخرج به اللجنه الفنيه اللي من الناس اللي بجد ليها انجاز حقيقي يبقى ماشي على رقبه الكل، لكن ما اقعدش النهارده قاعد عمال بطلع بيان بهذا الفطور وتنصل من المسؤولية. أنا مش قادر أفهم بصراحة يا أحمد. لحد ما أشوفك إن شاء الله أنا عايز أشكرك جدا. ألف سلام عليك وعلينا كلنا. والله ربنا يعيننا إن إحنا نستحمل الناس دي 5 شهور لو استمروا. آخر خبر الأقرب حتى الآن، الاتحاد المصري هيضحي في فيتوريا ويمشيه خلال الأسبوع الجاي يوم الأحد. الأقرب قرار بإقالة فيتوريا ودفع الشرط الجزائي لها. مين الأقرب لتولي المهمة؟ إذا عثروا على نفسهم لامونة وكان البديل المصري، فالبديل المصري الأقرب هو كابتن حسام حسن. لو ما عثروش على نفسهم لامونة، بيفكروا في إن البرازيلي ميكالي مدير فني المنتخب الأولمبي ممكن يصعدوه مدير فني مؤقت في المرحلة دي لحد ما يجيبوا مدير فني جديد. يا ميسر الحال، انا بشكرك جدا 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 زميلي وصديقي العزيز ناقدنا الرياضي البارز احمد درويش.